الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. عسلامة. شمس الدين مشري برودوي انسيون في ليزامكا لانستيتوت سوبيريور دي زار ايميتي دو قروان على كونكور تابع للسنتر ناسيونال دو كوير دو لا شوسور ونخدموا على لا شوسور انتيليجونت صبات اللي اليوم يلزم يكون فيه جانب تكنولوجي يلزم يكون متطور ومواكب لكل ما يصير سور البلان تكنولوجيك دونك ولادي خيرت اني نتعامل مع دي زيكول دانجينيور دونك لي زيت نتاع القروان واللي ساتكا باش نجموا انتيغ بروفي دو لوغ سافوار وهما في حد ذاتهم زاد يتقيدوا مع اولادنا في الكونكور وثما جوائز ان شاء الله بوركوا با بالنسبه للعباد اللي باش يربحوا قاعدين يعجبوا هما من الاول ما فهموش خاطر مش مستانسين برشا نتعاملوا كولابوراسيون هذه حاجه انا فرحان بها دونك المره هذه مثلا احنا جينا مرات اخرين دي كونكور نتاع لي ساتكا ولا في ليزات يجيو هما ليكول دو ديزاين باش احنا نصمم لهم لي كوك نصمم لهم لي برودوي ادي كونكور يشاركوا فيهم باش يكون المنتوج اللي يعملوه ازيد خاطر مهم ياسر زاد الجانب الجمالي في الـ في الـ في الـ في لي نوفيل بارابور نوفيل كرياسيون اللي نجموا يعملوهم دونك اليوم ثم تفاعل خاطر عجبوهم لي بروبليماتيك من الاول ما همش فاهمين الديمارش اما كي سمعوا الطلبه وانا بدي فرحان باولادي خاطر تكلموا مليح كل واحد عبر بطريقه باهيه على المشروع نتاعو ثم تفاعل بيناتهم ونورمالمون يغا دي ترافوهم بينهم معناها بيناتهم وبين لي زيتوديون نتاعنا. سيما رانا حيوي نقرا ديزاين برودوي في بوزار بروي احنا عندنا كومبيتيسيون حاصلوا انترناسيونال بين كيفاه معناها عندنا باش نصنعوا دي شوسور ولا دي ساك معناها فيهم كوتي تكنولوجيك ومن بعد ديك فما دي بري معناها كل شيء و ابار سا معناها تحسها اون بيل تري بيل اكسبيريونس وكل وحاجه باهيه باش نفعنا بالباهي برشا سيرتو احنا نقراو ديزاين وكل يا اخي جينا باش يعاونونا شويه لي انجينيور وكل خاطر بالرسمي مستحقينهم كمان والله احنا مش اول مره ديجا نجيو جينا المره اللي فاتت وكل سافا معناها عاونونا بالباهي وكل شيء وصلحوا معناها خاطر احنا كمان معنيش ما نجمش نعطيك ايدي فينال فهمت على شنو باش يكون موجود في صبات وكل شيء دونك هما عاونونا بالباهي معناها شنو لازمنا نعملو كيفاش شنو لازم نصلحو هذاك الكل. اسمي مريم محرزي نقرا بروميير اني ديزاين برودوي في الفاك البوزار نتاع قروان. اون فيت حبيت نعمل المشروع نتاع الصبات نتاعي ان هو خاص بالناس المريضه بالزهايمر خاطر كيف ما قلت البكري انهم اكثر الناس المريضه معناتها المريضه بالزهايمر تخرج وتضيع وما يعرفوش عليها وين خاصه الرجال الكبار والنساء الكبار دونك حبيت نعمل كل بلوس في الصبات انه تكون فيها جي بي اس حتى لا قدر الله ضاع ولا مشى لبلاصه هو ما يعرفش عليها وين وينسى هو وين يا اك جي بي اس يبعث لوكاليزاسيون هو وين ويعني ويمشي ويجيبه ومن طو يكون كونفور علاش خاطر المريض بالزهايمر يكون كيف ما البيبي يكون صبات مش مرتاح فيه مش ينحيه تو سامبلومون دونك يكون كونفور وزيد مش نزيد فيه انه يكون معناتها يقيس له الضغط نتاعو يقيس له السكر الدم اي حاجه معناتها الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه